السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مبرمج أحمد محمدي وحلقة جديدة من كورسنا، كورس تعلم التعامل مع الـ Entity Framework كور باستخدام سي شارب. والنهاردة تعالوا نكمل كلام عن الـ Relative Data Loading، وهنتكلم النهاردة عن الـ Lazy Loading، فخليكم معانا. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الـ Explicit Loading، وقلنا ان هو ده نوع من اللودنج بيحصل لما بتطلب الداتا الريليتد في الوقت اللي انت عايزه، لكن ما بيحصلش وانت بتلود البيانات. والحلقة اللي قبليها اتكلمنا عن الايجر لودنج، وقلنا ان هو ده تحميل مبكر، يعني بمعنى ان انت بتنادي داتا في المكان اللي انت بالداتا الريليتد اللي ليها علاقة بالجدول اللي انت عامل له لود، في نفس الوقت اللي انت بتعمل فيه لهذا الجدول ايه لودنج. نيجي بقى لليزي لودنج، ويعتبر دوت يعني من افضل طرق التحميل. سبب مميزات اللي هتاخدها ان انت لما تبدأ ان انت تتكون البروبرتي اللي هي اللي بيسموها نافيجيشن بروبرتي، بيبدأ يعمل لودنج اوتوماتيك من غير ما تعمل الجزئية ديت اللي هي الخاصة بانك انت تكول الداتا عن طريق الاكسبلسك. اوكي، فانت هنا مش محتاج انك تعمل لود للداتا، لا هي بمجرد كأنك بالظبط كده اهوت، الغي دي كده والغي دي كده والغي دي كده، والدنيا هتشتغل معاك من غير ما تعمل ايجر لودنج. وكمان انت مش هتلود الداتا في اللي هو المصدر هنا، واحنا بنعمل لجدول زي جدول الاستيودنت كده ان هو يران، لا انت بتعمل الموضوع دوت بيعمل لودنج معاك اول ما تبدأ تدوس دوت ديبارتمنت، هيبدأ ايه يلود الداتا بتاعت الديبارتمنت دوت. طب ازاي بقى نعمل الموضوع دوت، وازاي نخلي البروجكت بتاعنا بيقبل الليزي لودنج؟ تعالوا نشوف مع بعض. طيب مبدئيا كده عشان اقدر استخدم الليزي لودنج لازم احمل مكتبة اسمها البروكسيز. اوكي، فهاجي هنا اهوت على الديبندنسز او في اي حتة من البروجكت بتاعي، ادوس مانج نيو جيت باكجز، ماشي، وهاجي هنا في التابة بتاعت براوز وهكتب بروكسيز، فهيطلع لي هنا ميثود، يطلع لي هنا مكتبه اسمها microsoft.entityframework.proxies. اوكي، microsoft.entityframework.core.proxies، هعمل لها انستول، اتاكد بس ان النسخه بتاعتها 8 مطابقه مع النسخه بتاعتي، ولو انا بستخدم 7 هستخدم نسخه 7، المهم يعني انها تكون مطابقه للنسخه بتاعتي من الانتيتي فريم ورك كور، ماشي، وادوس انستول، هيبدا ينستول النسخه ديت، ام ابلاي I accept. اوكي، خلاص كده ال Entity Framework Core Proxies نزلت. اوكي، هروح على ال DB Context، ماشي، وهاجي هنا على ال Option، وهاجي هنا بعد Options، ماشي، قبل ما اقول له Use SQL Server اقول له هنا Use فين اهوت Lazy Loading Proxies. اوكي، ماشي، يبقى بستخدم ال DB Context Option Builder مهما كان مكانها، ماشي، لان ساعات انت لو بتستخدم مثلا حاجه زي البايب لاين، لو بتستخدم بروجكت من نوعيه ويب هتلاقي انت مستخدم البايب لاين، ففي الاوبشنز هتقوم جاي عامل ايه يوز اس كيو سيرفر وتبعت له الكونكشن سترينج، ماشي، ففي اي مكان مستخدم فيه الدي بي كونتكست اوبشن بيلدر هتستخدم اوبشن دوت يوز ليزي او ليزي لودنج بروكسز قبل هنا ايه اليوز اس كيو ال سيرفر. اوكي، فاذا هنا هي بتبقى extension method للكلاس ده في المكان اللي انت مستخدم فيه الكلاس ده، في حالتنا هنا احنا مستخدمينه في الكونستراكتور بتاع الدي بي كونتكست. اوكي، فهتقول له هنا ايه ال دي بي كونتكست اوبشن بيلدر اللي هو احنا سمينه اوبشن دوت يوز ليزي لودنج بروكسيز. تمام كده خلصنا، لو جينا هنا هنلاقي ان احنا نزلنا الليزي لودنج والمكتبه بتاعتنا واستخدمناها هنا، بس فاضل حاجه بسيطه لو ما عملتهاش هتيجي ترن كده اهوت، ماشي، وانت بتستخدم الليزي لودنج، ماشي، انت مش هتزود حاجه في الكود عن اللي موجود ده، بس هيديك اكسبشن. بص اهوت هيقول لك بروبرتي اتند ستودنت از نوت فيرتشوال، ماشي، لازم اي نافيجيشن بروبرتي هتبدا تستخدمها وانت بتستخدم الليزي لودنج زي الديبارتمنت زي البوكس زي اي حاجه زي كده، لازم تروح في الكلاس بتاعها وتديها اكسس موديفاير فيرتشوال، ماشي، فتيجي هنا تعمل هنا فيرتشوال، ماشي،
وهنا ده برضو نخليها فيرتشوال، ونخلي ده ايه فيرتشوال. ولو رحنا مثلا ديبارتمنتس، هنا الستودنتس بتاعتنا تبقى ايه فيرتشوال. اوكي، اي نافيجيشن بروبرتي هتستخدمها وانت داخل السيستم بتاعك دوت، ها لازم تخليها ايه فيرتشوال. في الرن كده اول واحده هتشتغل. في مشكله تاني، از نوت فيرتشوال. ايه اللي نوت فيرتشوال؟ ستودنت اتندنس دوت ستودنت. اي بقى علاقه بالجدول اللي احنا عاملينه هنا ده، اهو اتندنس دوت ستودنت هنخليه هنا دي فيرتشوال. ممكن نلف بقى على كله عشان بقى ايه ما يحصل لناش المشكله دي تاني. اهو كنترول في، وهنا جندر مفيش، الجريد هنا ستودنت اهو، وهنا الانفويس مفيش، هنا الستودنت طبعا خلينا ستودنت بوك. هنيجي هنا للستودنت والبوك، وفي اليونيفورم هنا برضو ايه مفيش ايه بروبرتي. ماشي، لو جينا الرن بقى دلوقتي بعد ما خلينا النافيجيشن بروبرتيز كلها فيرتشوال، هنلاقي ايه الدنيا اشتغلت زي الحلاوة تماما بدون ادنى ايه مشكلة. نقفل كده، ممكن نقفل الحاجات اللي احنا فاتحينها ديت. يعني بقى نرجع للصفحة الرئيسية اللي احنا كنا شغالين فيها اهو، هنا اهو. وهنا بقى نبدأ نشرح ايه اللي حصل بالظبط. انت ما عدتش محتاج ان انت تستخدم الاكسبليسيك لودنج هنا، فمش ما عدت محتاج انك تعمل ايه يعني لود لريليتيف داتا قبل ما تستخدمها. انت بمجرد ما بتستخدمها زي بالظبط هنا كده، خلينا بس نقرب الاكواد دي من بعض. ماشي، بمجرد ما جيت استخدمته هنا، ماشي، هو عمل سيلكت بالديبارتمنتس اللي ليها علاقه بالستودنت وجاب لك هنا الاسم. وهنا برضو اول ما دخلت في البوكس راح عمل لك سيلكت للبوكس، وكل واحد طلع منها الاسم بتاعها عن طريق الجداول اللي رابطه الايتم سوري الستودنت بالبوكس اللي هو الستودنت بوك، وجدول البوك اللي هو ايه العلاقه الميني تو ميني اللي بين الستودنت والبوك. ماشي، يبقى هنا في استخدام الايزي لودنج، انت بمجرد ما تدوس دوت انت كده بتقول له يلا استخدم لي او اعمل لي سيلكت وهات لي الداتا من الجدول الثاني. يبقى هنا انت مش بتقول له هاته بقى هو والعيال، لا، انت وقت استخدامها بتظهر معاك، وقت ما بتستخدمهاش خلاص بيجيب لك الداتا اللي انت محتاجها بس. ودي يعني من الحاجات المميزات الكبيره جدا في استخدام الليزي لودنج، زي ما قلت لكم في اول الحلقه ان هو من الاساليب الجميله جدا اللي في ناس كتيره مطورين بيفضلوا ان هو يستخدموها. طبعا في معظم اجزاء البروجكت انا قلت لك كل الطرق في الاستخدام متاحه قدامك، وانت بتستخدم الحاجه اللي انت شايفها صح في الكود الحالي اللي انت ايه بتستخدمه. وبس كده، لهنا بتنتهي حلقه النهارده. ريت لو عندك استفسار من اي نوع سيبه في الكومنت بوكس الفيديو، بتمنى الناس تدعم القناه بعمل لايك وشير وسبسكرايب. في النهايه بتمنى للجميع التوفيق. وبس كده، بكده بتنتهي حلقه النهارده. ريت لو عندك استفسار من اي نوع سيبه في الكومنت بوكس الفيديو، بتمنى الناس تدعم القناه بعمل لايك وشير وسبسكرايب. في النهايه بتمنى للجميع التوفيق. كان معكم مبرمج احمد محمدي، والى اللقاء في حلقه قادمه، ودمتم في رعايه الله وحفظه.